بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلق لنا به طبعا النصر الشعري. الفئة المستهدفة هي السنة الخامسة ابتدائي. المرجع هو مرشدي في اللغة العربية. طبعا نبدأ. أنا ألاحظ وأتوقع، تعبر الصورة عن واش رحيل أم عودة أم فسحة؟ ها الصورة، هل تعبر عن رحيل أم عودة أم فسحة؟ نعم، تبدو ربما رحيل أو عودة أو فسحة. طبعا لنتأكد من ذلك من خلال قراءة النص وفهمه. نبدأ. أعود إلى وطني لما تعود الطير للوكر والبشر في أوصالها يسري، وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر، وترد ضفدعة على أخرى بنقيقها في ضفة النهر، وكأنها من نشوة البشرى في الجحر تلمس بهجة القصر. أزداد حبا فيك يا وطني في ظلك الممدود يا وطني، وعلى تلالك أو على الجبل، وبمائك المنساب متئدا، وبعشبك المخضر كالأمل. إني رأيت الخير محتشدا ينساب مختالا على مهلي، فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي ألا يغيب صداك عن أذني. أعيد. أعود إلى وطني لما تعود الطير للوكر والبشر في أوصالها يسري، وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر، وترد ضفدعة على أخرى بنقيقها في ضفة النهر، وكأنها من نشوة البشرى في الجحر تلمس بهجة القصر. أزداد حبا فيك يا وطني في ظلك الممدود يا وطني، وعلى تلالك أو على الجبل، وبمائك المنساب متئدا، وبعشبك المخضر كالأمل. إني رأيت الخير محتشدا ينساب مختالا على مهلي، فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي ألا يغيب صداك عن أذني. نعم، أنتم مطالبون أبنائي الأعزاء بقراءة هذا النص الشعري أكثر من 3 مرات أو 4، ثم نقرأ بطلاقة. أقرأ مع زملائي وزميلاتي المقطع الأخير معبرا عن إحساس شخص يعود إلى وطني بعد أن غاب عنه مدة طويلة. إذا سنقرأ. فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي ألا يغيب صداك عن أذني. فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي ألا يغيب صداك عن أذني. نعم، نمر إلى أفهم وأحلل. أكمل العنوان بما يناسب. أعود إلى وطني، طبعا واش بعد رحلة أم بعد غيبة أم بعد سفر؟ طبعا أعود إلى وطني بعد غيبة، بعد غيبة. عن مشيو طبعا دابا الكلمة ينساب، نقوم ب طبعا نوع هذه الكلمة ثم مرادفها وضدها ونأتي بجملة. ينساب النوع ديالو طبعا فعل، طبعا فعل مضارع. مرادف ديال ينساب هو يجري، يجري بسرعة. وضدها طبعا انحبس أو خفف سرعته، أو ركض أبطأ رسى. هذه طبعا ضد ينساب، يركض ينحبس يخفف سرعته يبطئ ويرسى. إتيان بجملة. انساب الماء في الوديان، أي جرى بسرعة. انساب دمعه على خده، انساب دمعه على خده. انسابت الحية بين الأعشاب إلى أن اختفت، انسابت الحية بين الأعشاب إلى أن يعني جرت بسرعة إلى أن اختفت. انساب الماء إلى السفينة، انساب الماء إلى
السفينة. طبعا غنمشيو دابا للسؤال الموالي. أصيلو كل كائن بما يحس به عندما يعود إلى محله. نعم، الطير والنملة، الضفدعة، عندنا البشر، الفخر، النشوة. الطير يحس بالبشر، والنملة بالفخر، والضفدعة بالنشوة. نعم، من وراء أعين العناصر التي وصف بها الشاعر وطنه. عندنا الظلال، التلال، المراعي، السواقي، المياه، الجبال، الغابات. عندنا طبعا الظلال والتلال وطبعا المياه والجبال وكذلك العشب. نعم، من وراءها أبحث في النص عن العبارات أو الجمل التي تعبر عن ما يأتي. حب الشاعر لوطني، إذن العبارات التي تدل على حب الشاعر لوطني هو: أزداد حبا فيك يا وطني، أزداد حبا فيك يا وطني، جمال وطني، جمال وطني، في ظلك الممدود يا وطني، وعلى تلالك أو على الجبل، وبمائك المنساب متئذا، وبعشبك المخضر كالأمل. هذا جمالية وطن. ما يميز وطنه: إني رأيت الخير، الخير محتشدا، ينساب مختالا على مهلي. طبعا ما يرجوه في عودته: فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي، ألا يغيب صداك عن أذني، ألا يغيب صداك عن أذني. نمر إلى خامسا: أصوغ من كل كلمة فعلا مناسبا. ممدود، نعم، فعلها مد، كذلك محلول، فعلها حل، مثلا معدود، فعلها عد، منساب، فعلها إنساب، منساب فعلها إنساب، محتشد احتشد، محتشد احتشد. أستعمل في جملة ما يماثل التعبير الآتي: إني رأيت الخير محتشدا، إني رأيت الخير محتشدا، إني رأيت الله في أكوانه، إني رأيت عظمة الله في أكوانه. من خلال الكون ديال الله عز وجل تبدو عظمة الله. إني رأيت عظمة الله في أكوانه. إني سمعت الحق في القرآن، إني سمعت الحق في القرآن، إني قرأت قصة مؤثرة، إني سمعت خبرا مفرحا عن بلدنا الحبيب. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم، وإلى اللقاء.